لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فريق اتحاد طنجة يأمل أن يحقق انتصاره الثاني داخل الميدان والثاني له على كل في الثمان مباريات لحدود هذه المباراة. إذن فريق لي كما قلت تعذب في بداية الجولات الثلاث، فريق لينهزم في مباراتين، المباراة الأولى عن الجولة الأولى من شباب سوان بهدفين لصفر، ثم كذلك حضور الجماهير الطنجوية ولو على قلتها التي تشاهد المباراة ربما بتحسر. كرة مباشرة في اتجاه حارس المرمى صلاح الدين شهاب، داوي البداوي تعود مرة أخرى في الإمكانية التصويبة وغاية مرباح، غاية مرباح ربح كبير. فرصة الآن هذا هرماش يبحث عن الكرة الخلفية لكن كوناتي بخبرة السنين بعديد الأندية المغربية تعود من جديد، سنرى ما إن كان سيكون على توافق وعلى توازن في نفس القرارات في نفس، يحاول أن يجد الحل الواحد وإن لم يأتي فربما يفكر في حلول أخرى في هذه المقابلة التي ستبقى كما قلت في سي. ولا محاولة لكزير، سفيان يتقدم يسدد سفيان لكزير لكن كورتو ما مشاتش بعيد على يراوغ جلال يبحث عن الحلول، يمرر الكرة في اتجاه أليكسيس بورصة. ماذا يقول حكم اللقاء؟ يقول حكم اللقاء أن هناك لمسة، أن هناك لمسة في الكرة الماضية والبطاقة الصفراء. جلال مشياب، جلال يضيع جلال الدودي فرصة هدف أول لفريق اتحاد طنجة. إذن الكرة فوق المرمى، فرصة أولى تضيع للاتحاد. يبحث عن الحلول سفيان، يمرر سفيان في إمكانية المقصية ممتازة مرت محادية للمرمى. المغرب الرياضي الفاسي يرد، المغرب الرياضي الفاسي يرد عن طريق بوريغا، كرة ما مشتش بعيد هنا بالمقصية. تعود من جديد نسيك في صعود، المغرب الرياضي الفاسي يبحث عن التسديد، التصويبة الماضية، التصويبة الماضية من عمر الجيران. لو كانت الجماهير لكانت مباراة أخرى بين الطرفين، لكن هي مباراة أخرى منذ هذه اللحظة، لكن هناك سافرة كادت الأمور أن تميل للإصفرار بقميص المغرب الرياضي الفاسي بأولى الأهداف، لكن السافرة حالت دون الرياضي الفاسي. هنا المحاولة في الإمكانية، البدوي يبحث يضغط يحاول، لكن الحكم ماذا يقول؟ هذا عماد الرياحي يعطيه البطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء لعماد الرياحي. تعود مرة أخرى فرصة إمكانية، فرصة للمغرب الرياضي الفاسي، رضا الرياحي، رياح كادت أن تهب بظلالها على دفاعات فريق اتحاد طنجة وتأتي بالخبر السار لأنصار فريق الماس في الكرة الماضية. هنا الرياح يسدد وغاية مرباح يرد ويتعلق في الركنية، تلعب الكرة فرصة إمكانية في الكرة الثانية، جيدة طريقة فرصة الآن الماس تحول لمحسن بوريغا، متابعة من الرياح، فرصة غاية يا غاية، وغاية اليوم الحفاظ على نظافة الشباك أمام الهجمات المسلسلة من لاعبي ومهاجمي فريق الماس. هنا عماد الرياحي، رهانات أخرى ومباريات أخرى وكذلك حوارات أخرى مع أندية. هنا فرصة لفريق الاتحاد في الإمكانية الاتحاد، والكرة كانت بالكعب من إسماعيل خافي لكن لم يتمكن منها وتضيع الفرصة الماضية. هذا المباراة في جولتها الأولى، يوسف الشينا يتلقى البطاقة الصفراء. ما قلت قبل لحظات هنا فرصة للماس في إمكانية عن طريق محسن بوريغا، محسن حاول أن يصنع من الفرصة الماضية فرصة حقيقية لكن المتابعة للوراء، فرصة لاتحاد طنجة تلعب الكرة الطولية، فرصة في إمكانية، متابعة من جلال الدوتي لمرمى الحارس غاية مرباح، لكزير في الجهة اليسرى، هذا بناء هجوم للماس في ملامح المغرب الرياضي الفاسي، في ملامح المغرب الرياضي الفاسي، وإن اتضحت المعالم أصبحت الحقوق أو الحقيقة واضحة والحقوق لأهلها. هنا المغرب الرياضي الفاسي كانت لديه الأحقية في الدقائق الماضية بأن يكون هو المتقدم بالنظر للفرص العديدة التي اولا عن طريق ضربه جزاء نفذ عادل وجلال الدودي، والكره الماضيه مرت سلمات على دفاعات الماس. الان لاتحاد طنجه تلعب الكره
فرصة الإمكانية المتابعة، الكرات الثابتة أعادت الأمور من جديد لنقطة البداية. هنا الهدف أتى عن طريق إسماعيل خافي، خافي يسجل هدف التعديل لفريق اتحاد طنجة. كنت على صدد بوريغا، محسن يحاول المرور، فرصة للماس وممتازة طريقة الرد والتدخل من هرماش يمرر الكرة الآن، فرصة والإمكانية التسديد قوية جدا. صاروخ خارج جو ذهب بمحاذاة القائمة الأيمن بعد تدخل جيد. الهجمة مقروها من دفاعات فريق المغرب الريادي الفاسي، وهنا تدخل ممتاز مدرسة اتحاد البيضاوي دلفاد الأثناء تعطى ضربة بداية الجو. تعود من جديد لفريق الاتحاد في اتجاه اسماعيل خافي، لكن الأفضلية على مستوى واستخراج الكرة من خط الدفاع بطريقة سهلة بالنسبة للماس، لكن هم يخرجونها من أجل هكذا محاولات، من أجل هكذا هجمات، ومن أجل هكذا أهداف. لوحة تكتيكية مدروسة من عناصر فريق المغرب الريادي الفاسي، يعني فلسفة الإطار وطريق طارق السكتيوي بدأت تصبح ملامحها دائما. دخل من دفاعات الماس، ضغط الان من فريق اتحاد طنجة، فرصة التعديل هي فعل اسماعيل خافي، يبحث عن الحلول، خافي ليس خفيا ولا يخفى عليه طريق الشباك، لكن هذه المحاولة مرت سلامات على دفاعات الماس. اسماعيل خافي يظل مستحوذ على الكرة اكثر وقت ممكن، وان اتت فرصة الثالث فستكون مريحة لمناقشة باقي ولم يتلقى هدف إلا عن طريق كرة ثابتة، لكن هنا فرصة تسديدة من بعيد، وصلاح الدين شهاب في المكان المناسب، تسديدة في هذه المباراة. هنا الفرصة الإمكانية لفريق اتحاد طنجة، لكن الراسية مرت محادية للمرمى في اتجاه الجهة اليمنى. فرصة إمكانية للماس، فرصة فرصة للمغرب الرياضي الفاسي، كانت قريبة جديد، فرصة إمكانية البحث عن التسديد، تسديدة خوية لكن لم تكن في طريقها نحو الشباك. جلال الدودي الملكي ب 17 نقطة، تعود الكرة من جديد، فرصة والإمكانية وخطأ لصالح اتحاد طنجة. جديد الكرة الثابتة تلعب الكرة الآن، تسديدة فوق المرمى، تسديدة بعيدة عن مرمى الحارس صلاح الدين، تلعب الكرة في المعترك، فرصة 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 للاتحاد، الاتحاد يعود، اتحاد طنجة يعود في حدود الدقيقة 78 عن طريق الحاج ماديكاني، الحاج ماديكاني الدولي السنغالي، يعيد الأمور إلى نقطة البداية، يعيد الأمور إلى نتيجة التعادل. هنا المحاولة والمتابعة